السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم بالإكسل هو الفيلوك أب. الفيلوك أب يعني فيرتيكال لوك أب. شنو فائدة الفيرتيكال لوك أب؟ الفيرتيكال لوك أب هو لو عندك جدول أسامي وبفرضا أرقام تعريفية الأي دي مالتهم، وتيجي تسوي جدول ثاني، زين، والجدول الثاني فقط تخلي بيه الأسامي، ومباشرة أوتوماتيك من الجدول الأول تطلع لك مقابل كل اسم يطلع لك الاي دي مالته بدون ما تروح تسوي له كوبي بيست او تطبعها او تدور عليها. فنستخدم هذا الخاصيه اللي هي في لوك اب. فسعدنا هذا الجدول الاساسي وهذا الجدول الثاني اللي اذا تسوي باي مكان، مثلا هاي فقط المثال. نجي هنا نختار المعادله من الفانكشنز، اروح اختار من الكاتيجوري اللي هي لوك اب اند ريفرنس، ومنها ادور الفيلوكاب يجيني هي ات الفيلوكاب، اقول له اوكي، هيقول لي لوكاب فاليو. لوكاب فاليو ادور عليه هو اول اسم اللي هو عمر، نختاره. بعدين يقول لي الجدول اللي الكامل اللي اريد اختاره، الجدول اللي الكامل اضرب له هو هذا، زين. بعدين يقول لي رقم العمود المطلوب، من عمود مطلوب بما انه هو اي دي هو العمود الثاني، زين. الرينج لوك اب، الرينج لوك اب انا ما ادري رينج، اريده بالضبط قيمه بالضبط، يعني الاي دي مالته بالضبط، لا اقل واحد ولا اكثر واحد، زين. فاكتب له فولز حتى يطلع لي اياها بالضبط كمي الرقم، هسه نقول له اوكي طلع لي بالضبط عمر الاي دي مالته كم نفسه. هسه اذا اذكرها على الباقيين قبل ما اكرر اسحب هاي القائمه المنسدله، اذا سحبت القائمه المنسدله حيطلع لي بعضهم نوت ابليكابل نوت ابليكابل. ليش؟ قبل ما اسويها المفروض هذا اسوي له ابسوليوت فاليو وليس ريليتيف فاليو. فاجي شو اسوي؟ اخلي هنا أنا قبل البي، عفوا قبل البي علامه دولار، وقبل الرقم مال هاي ايضا علامه دولار، وهنا نفس الشيء السي خلي علامة الدولار، وهنا أيضا خلي علامة الدولار، أقول له إنتر. هسه من هجي أسحبها، شوف علي أعطاني القيمة الصحيحة عليه، وحسين نفس الشيء، وحيدر نفس الشيء. هاي هي فائدة الفيلوكاب. أرجو أن استفدتم من درس اليوم، وشكرا جزيلا.